سريعا بقى دلوقتي، من امبارح النهارده كنا حاطين سؤال على السوشيال ميديا خاصه بالقناه وبالبرنامج كلام في الميديا. كنا بنسال الناس رايكم ايه في الحضور الجماهيري اللي هو بينص على حضور 5000 مشجع في مباريات الدوري المصري الممتاز. تعالوا نشوف الاراء اللي جات لنا عن طريق الفيسبوك بيج الخاصه بالقناه. هنبتدي مع سيد سالم. سيد سالم قال لو مجرد بدايه يبقى كويس، بشرط زياده الاعداد في المستقبل القريب، وكمان شرط ان يلعب النادي الاهلي وكل فريق على ملعبه واستاده الرئيسي سواء محليا او افريقيا او عربيا، مفيش فريق يتحرم من جمهوره وارضه. ده راي سيد سالم. كمان احمد الكردي قال بدايه واتمنى فعلا انها تكون بدايه حقيقيه لعوده الكوره في مصر. خلينا واقعيين، الكوره ما تنفعش من غير جماهير. حسن بكار قال الكوره للجماهير بس لو بدايه مش وحش، بس لازم يزودوا شويه الاعداد. مدانا قالت الكوره للجماهير لكن في الوقت ده كويس العدد، وفي الدور الثاني من الدور الثاني يزيد عدد الجماهير. محمد شريف كمان قال 5000 لبداية لعودة الجماهير عدد ممتاز مع الزيادة إن شاء الله في القادم. محمود محمد قال الحمد لله أحسن مما فيش، أو أحسن من ما فيش فعلا، بس يا ريت الجمهور يرجع في المدرجات بالكامل. إسلام العشري بيقول مساء الخير يا شيما، أنا بقول 5000 أحسن من بلاش، وإن شاء الله هيكون بعد كده العدد هيزيد. عصام محمد بيقول نفسنا نبقى زي الدوري الإنجليزي والشكل الحضاري والنظام المعمول به هناك. البرنس أحمد بيقول كويس إحنا لسه في البداية، بعد كده عدد الجماهير هيزيد يبقوا 10000 وبعديها 15000 وبعد كده الاستاد يبقى كله إن شاء الله. محمد رأفت بيقول والقرار كويس أفضل من عدم حضور الجمهور نهائي. محمد سيد حسن بيقول إن شاء الله تكون بداية لحضور الجماهير بأعداد غفيرة. محمد حفظ بيقول قرار مهم، ياريت الأعداد تزيد والكورة للجمهور. عمرو أمدي بيقول كويس بداية مبشرة. محمد عنتر بيقول بداية كويسة إن شاء الله. محمد زيزو بيقول قرار كويس كبداية لعودة الجماهير، ما هو مش معقول من الأول هندخل ب70000 ولا حاجة، لازم نبدأ من الأول ب5000 وبعد كده الموسم اللي جاي إن شاء الله العدد يكتر. دي كانت الإجابات أو المشاركات اللي جات لنا النهاردة عن طريق الفيسبوك الخاص بالنادي الأهلي الأهلي بقناة النادي الأهلي الأهلي تي في، ردا عن سؤال حلقتنا اللي اتحط من امبارح على السوشيال ميديا الخاصة بالقناة وخاصة بكلام في الميديا. رأيكم إيه في حضور 5000 مشجع في المباريات الخاصة بالدوري المصري الممتاز؟ دلوقتي بقى معادنا مع فاصل ونرجع معاكم إن شاء الله سريعا ونستقبل ضيفنا أستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي في الأهرام.